رقية لتيسير الزواج. الحقيقة كلنا أو معظمنا ينسى أهمية الرقية الشرعية. أخي الحبيب، نحن بحاجة ماسة أن نحفظ أنفسنا ومتاعنا وأولادنا وأهلنا من شر الشيطان، لأن الله حذرنا منه. حذرنا القرآن في عشرات الآيات من شر الشيطان وشركه وأساليب الشيطان. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، لا تتبعوا خطوات الشيطان، يأمركم بالفحشاء. الشيطان يأمر بالفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الشيطان يعدكم الفقر، الشيطان يعدكم الفقر. فإذا أردت الغنى وأردت القوة والحياة المطمئنة وأن تبتعد عن الخوف، عليك أن تكون مع الله. كيف أكون مع الله؟ من خلال الذكر. ما هي الرقية؟ الرقية هي الذكر، والله تعالى يقول ولذكر الله أكبر. لذلك كل واحد تعسرت قضية زواجه، أو كل فتاة تعسر موضوع زواجها. أنا وجدت دعائين في القرآن أو آيتين في القرآن وردا على اسم نبيين، على لسان نبيين كريمين، هما سيدنا موسى كليم الرحمن وسيدنا زكريا الذي رزقه الله الولد عندما كان شيخا كبيرا وامرأته كانت عاقرا لا تنجب. جاء سيدنا يحيى بمعجزة، وسيدنا موسى تزوج مباشرة بعد هذا الدعاء. أيها الأحبة، قبل أن نتذكر هذا الدعاء ونحفظه معا، القرآن فيه قوة شفائية. القرآن في كلماته وحروفه وآياته والسور هناك طاقة قوية جدا، نحن لا نراها ولا ندركها ولكن نرى نتائجها. فينبغي أن نثق بكلام الله تبارك وتعالى، ونثق بوعده، ونثق بالقرآن نفسه. سيدنا موسى عندما خرج من مصر وخرج منها خائفا يترقب، وذهب تائها لا يعلم أين يذهب، ليس لديه بيت. انظر أخي الحبيب، تذكر مهما كان وضعك صعبا لن يكون أصعب من وضع سيدنا موسى. أولا خرج خائفا، ليس لديه متاع، ليس لديه منزل، ليس لديه مال، ليس لديه فراش ينام تحته. خرج هكذا وجلس تحت ظل شجرة. طيب ماذا دعا؟ قال سيدنا موسى: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. انظروا الأدب مع الله عز وجل. لم يقل يا رب زوجني، يا رب لماذا لا تستجيب دعائي، لا. هو شكى فقره إلى يا رب أنا فقير وخيرك ينزل علي. اعترف بأن الله أنزل عليه من الخيرات، مع العلم أنه ليس لديه لا متاع ولا بيت ولا أي شيء. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. سبحان الله. فإذا هذا الدعاء كان سبب في أن الله عز وجل يسر لسيدنا موسى الزواج الصالح، وبعد ذلك أصبح نبيا وأصبح كليم الرحمن، وكلم الله موسى تكليما. إذن أخي الحبيب، أختي الفاضلة، هذا الدعاء مهم جدا. كل يوم 7 مرات: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. مع تسليم أمرك لله، قل يا رب أنت اختر لي الزوج الصالح أو الزوجة الصالحة، أنت اختر لي ما يرضيك وليس ما يرضيني، لأنني أنا لا أعلم أين الخير، أنا لا أعلم الشر ولا أعلم الخير، لذلك أنت اختر لي ما تحب وترضاه يا رب. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فيه اعتراف أمام الله بفقرنا وضعفنا وقلة حيلتنا، نسلم الأمر إلى الله. هذا الدعاء فيه تسليم الأمر لله، لأن أحدنا إذا أراد أيها الأحبة أن يفكر ويحسب لن يتزوج، وبخاصة في هذا العصر متطلبات كثيرة ومشاكل كثيرة ولن تصل إلى نتيجة. سلم كل شيء لله
وسوف ييسر الله لك الزوج الصالح أو الزوجة الصالحة ولو بعد حين، ولو تأخر سيكون لخير طبعا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. الدعاء الثاني دعاء سيدنا زكريا عندما شعر أنه وحيد ليس لديه ولد، وامرأته عجوز وعاقر لا تنجب، يعني يقال في التفاسير عمره فوق 80 هو وزوجته، فعملية إنجاب الولد عملية مستحيلة طبيا، ولكن هذا الأمر ليس صعبا على الله. الله لا يعجز أن يرزق إنسانا يقول يا رب. ماذا دعا سيدنا زكريا؟ قال: وزكريا إذ نادى ربه، هنا أيها الأحبة، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. يا رب لا تتركني وحيدا فردا وأنت خير الوارثين، هيئ لي من يرثني، هيئ لي من يسعدني، هيئ لي من يواسيني. فبشره الله بسيدنا يحيى، بشره بنبي. انظر إلى عطاء الله أخي الحبيب، يعني وضعك الآن مهما كان سيئا لن يكون أصعب من وضع سيدنا زكريا الذي كان عمره 80 سنة ورزقه الله الولد بمعجزة طبعا. إذن احفظ معي أخي الحبيب الدعاء الأول: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، هذا أولا دعاء سيدنا موسى. الدعاء الثاني: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ويجب عليك وأنت تقول هذا الكلام أن تتخيل وضع سيدنا موسى في تلك اللحظة كيف كان، وتتخيل وضع سيدنا زكريا كيف كان، شيخ كبير. أريدك وأنت تقول هذا الدعاء أن يكون لديك ثقة تامة بالله، أن تتخلى وتتجرد من حولك وقوتك واختيارك وتفكيرك وكل شيء، وأريدك أن تيأس من كل شيء إلا من الله سبحانه وتعالى. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فهذين الدعائين أخي الحبيب كررهما 7 مرات، مع الثقة بالله، مع أن تترك الله يختار لك بهذا المعنى يعني، وبالنتيجة أنت لن تأخذ إلا ما قدره الله لك، ولكن قل يا رب أنت اختار لي. فدماغك مهما قام من حسابات لا تستطيع أن تعلم الغيب، قد يكون الخير في إنسانة أنت لا تحبها ولكن هي من نصيبك. هنا القرآن يعلمنا قاعدة مهمة، قال تبارك وتعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. سبحان الله، يعني الإنسان قد يكره زوجته أو الزوجة قد تكره زوجها، ويكون بعد ذلك هناك خيرا كثيرا، وخيرا كثيرا لم تذكر إلا 2 مرات في القرآن. أخي الحبيب انتبه معي، الآية الأولى هذه أو هذه الآية الثانية، والآية الأولى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فالخير الكثير وضعه الله في الحكمة التي يؤتيها من يشاء، والخير الكثير هو في المرأة التي يختارها الله لك عندما تسلم أمرك إلى الله، حتى لو كرهت هذا الأمر، حتى لو زوجة كرهت زوجها، يجب أن تتذكر هذه الآية وتنتظر هذا الخير الكثير بإذن الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يجعلنا من عباده المخلصين الطائعين، وأن يجعلنا دائما من الذين يثقون بالله ويرضون بقضاء الله ويسلمون أمرهم إلى الله. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.